جولة أسبوعية جديدة في قلب الطبيعة. في هذا العدد من جرين ماج تابعوا أهم مواضيعه. بعد توقيف عملية استيرادها، أعلاف الأسماك تصنع في الجزائر. أسطوري أطنان من المواد الغذائية تكب في النفايات، كيف نحارب التبذير؟ في نصيحة خضراء، حلول فعالة لتجنب القلق والتوتر أثناء قيادة السيارة. وفي هذا العدد آخر أخبار البيئة وفقرات متنوعة. جرين ماج مع حسيبة إبل عيدان، نهار السبت 5:30 العشية على الشروق تيفي.